السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم يا بنات، وحشتوني قوي 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 قوي. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده باذن الله هنقدم لكم الرز بلبن ويا رب يعجبكم، وعاوزين نفعل الجرس ونشترك في قناة يوميات مربي ارانب، واتمنى الاكلة دي تعجبكم وعاوزة لايكات كتير. وقلت لكم قبل كده اللي عاوز حاجة مني يعني يقول ملحوظته او الحاجات اللي هو عاوزها. النهاردة هنا عندنا رز بلبن، هنعمل المقادير يا بنات. النهاردة زي ما قلت لكم هنعمل رز بلبن، عبارة عن كوباية رز وسكر حسب ما تحب الرز بتاعك، يبقى مسكر نص نص يعني اللي يعجبك. طبعا هنحط السكر ده مش هنحطه كله، ممكن نحطه كله او شوية منه. وعندنا برضك لبن كوباية، المفروض هو نص كيلو لبن، انا خدت منه شوية وشوية حطاه مع النار عشان احط في الرز. وادي هنا عندنا زبيب وجوز هند، خلاص دي المقادير بتاعتنا. تعالوا معايا بقى نحطه على النار واوريكم نعمل ايه. تاني يا بنات اهو اللبن على النار في الحلة اهو، وهنحط الرز بتاعنا اهو، وطبعا هنسيبه شوية من لغاية يستوي مع نفسه بقى في اللبن ده. وبعد ما يستوي هرجع لكم نشوف هنكمل الحاجات التانية نحط ايه. وديني يا بنات رجعت لكم تاني، وبصوا هنا الرز ابتدى يتشرب اللبن الاولاني اللي انا حطاه بتاع نص كيلو، وهنحط لبن تاني اهو، واخدين بالكم اهو، وهنحط السكر عليه اهو، طبعا السكر حسب التحليه اللي انت تحبيها، ونقلب فيه ويستوي وزينه ووريكم. ايوه يا بنات واديني رجعت لكم تاني، وهقدم لكم يعني في الاخر خالص بعد ما خلصت الرز زي ما وريت لكم. قلنا كوبايه رز، نص كيلو لبن، طبعا المكسرات اللي عندك، زبيب، جوز هند، سوداني، بندق، اللي عندك تحطيه خلاص، والسكر حسب التحليه اللي تحبيها. فاحنا عملنا من نص كيلو، في اطباق تاني كمان بس انا بوريكي دول، في اطباق تانيه بس انا بوريكي دول خلاص. واتمنى ان تفعلوا الجرس وتشتركوا في قناه يوميات مربي. ايوه يا بنات زي ما قلت لكم كده، اتمنى ان تعجبكم الاكله دي، رز بلبن حاجه بسيطه. ايوه يا بنات واتمنى ان تفعلوا الجرس واشتراك في قناه يوميات مربي ارانب، واتمنى ان اكله رز بلبن دي تعجبكم، اكله بسيطه. وعاوزه تعليقات منكم كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.